أختي تسكن معي وهي مطلقة، هل يجوز أن أعطيها من الزكاة؟ أنا أعطيها من مالي ولكن أريد أن أغنيها زيادة من الزكاة. والله لا أنصح أن أحدا يعطي أخته من الزكاة، خاصة إذا كانت أخته هو المسؤول عن مصرفها، فلا يجوز له أن يعطيها من الزكاة، صار هو كأنه يعطي نفسه، ريح نفسه، يعني كأن أعطى الزكاة لنفسه ثم أعطاها لأخته. يا جماعة يعني أكرموا أخواتكم، أكرموهن، طلقت لم تتزوج أكرمها، يعني زوجتك تروح تشتري لها بالمبلغ الفلاني، أولادك تشتريهم بالمبلغ الفلاني، أختك تروح تعطيها من الزكاة، أعطيها كما تعطي زوجتك، أعطيها كما وأختك أهم من زوجتك، الأخت أهم من الزوجة، الزوجة قد تطلقها غدا تغطى عنك، أختك لحمك ودمك، يعني لا تفارقك ولا تفارقها أبدا. فنتق الله تبارك في أخواتنا، يعني احتاجت لك كذا كذا تعطيها من زكاتك من أوساخ المال، لا نكرمها، نعطيها من أصل المال وليس من أوساخه. فأنا لا أنصح أبدا أن أحد يعطي أخته من الزكاة، خاصة إذا كان يعني هو المسؤول عن نفقتها، لا يجوز أن يعطيها من الزكاة. أما إذا كان هو غير مسؤول عن نفقتها، لها راتبها، لها كذا لها كذا، لكن احتاجت، حتى إذا كان راتبها واحتاجت أيضا هو المسؤول، فلا يعطي أخته إذا كانت تسكن معه، لا يعطيها من زكاته أبدا، إلا إذا كانت متزوجة وزوجها مسؤول عن نفقتها، فمثل هذه الحالة يجوز الإعطاء. لكن مع هذا أنا لا أنصح أبدا أن أحدا يعطي أخته أو ساخه، وإنما يعطيها من حر ماله. أنت زكاتك 2.5%، يعني عندك 97.5، عطها 7.5 من 97.5 اللي عندك، أختك هذا خل 2.5، خل تروح للفقراء لعامتنا، عطها 7.5 أختك هذا، يعني عندك 100,000، 2.5 زكاة للفقراء، 7.5 حق أختك، تفضل هذه 7.5 مني لك، ليش تعطيها الزكاة وتذلها في هذا الأمر؟ والله أنا لا أنصح أبدا أن أحد يعطي أخته من زكاته أبدا، وإنما يعطيها من حر ماله، يكرمها، يشعرها بهذا الأمر. الله المستعان.